السلام عليكم ورحمة الله. اليوم أصدقائي سوف نقدم لكم طريقة زيادة مشاهدات التيك توك مجانا وبأسهل الطرق. يمكنك زيادة أكثر من 10,000 مشاهدة يوميا. أولا صديقي، تقوم بالدخول إلى الموقع، سوف أترك لك رابط الموقع موجود في أول تعليق. ثم أصدقائي هذا هو الموقع، الآن تقوم بكتابة هذه الكابتشا ثم تضغط هنا. ننتظر قليلا أصدقائي. ثم هذه هي واجهة الموقع، نزل إلى الأسفل، ندخل كلمة view. هنا الآن نقوم بنسخ رابط الفيديو الذي نريد إرسال له المشاهدات. نختار أي موقع، أي مقطع، لنفترض هذا المقطع. ندخل على الثلاث نقاط هذه، ثم أصدقائي نقوم بالضغط على كلمة copy للين. الآن نعود إلى الموقع، نقوم بلصق رابط الفيديو هنا في هذه الخانة، ثم نضغط كلمة سيرش بحث. ثم صديقي ضروري أن تقوم بتنتظر هذا الوقت حتى ينتهي. يمكنك إرسال مشاهدات مرة أخرى إلى الفيديو الخاص بك، يعني يجب أن ننتظر هذا الوقت حتى ينتهي ليتم إرسال المشاهدات. ننتظر ثم نعود أصدقائي، ثم أصدقائي نعيد الطريقة مرة أخرى. ننتظر قليلا. الآن ندخل إلى حسابنا في التيك توك لنتأكد من وصول المشاهدات. كما تشاهد لقد قام الموقع بإرسالنا 1000 مشاهدة. تنتظر مثل العادة دقيقتين ثم تعيد الطريقة مرة أخرى. الآن ندخل إلى حسابنا، نقوم بتحديث الصفحة. كما تشاهد صديقي وصلت المشاهدات إلى الحساب. هذه الطريقة تعمل كل دقيقتين. رابط الموقع موجود في أول تعليق، والسلام عليكم ورحمة الله.